إذاعات الدول العربية لكم من موسكو. خالد الحربان يحييكم ليصف لكم هذه المباراة. اللقاء اليوم بين منتخب الكويت الوطني اللي وصل فعلا لدور الثمانية، ومعه أيضا دور الثمانية الفريق العراقي الفريق الجزائري وفريق الكويت، وصل فعلا بجدارة وقدر أنه يحقق فعلا ويوصل ضمن مجموعة صعبة جدا كانت بالضم نيجيريا وكولومبيا، وقدر فريق منتخب الكويت الوطني أيضا أن يحقق هذا الشيء ويوصل لدور الثمانية. واعتبار اليوم منتخب الكويت الوطني يلعب في هذه المباراة بيمثل منتخب الكويت الوطني في حراس المرمى اليوم أحمد الطرابلسي في حراس المرمى، في خط الدفاع بيلعب نعيم سعد وجمال يعقوب محبوب جمعة وليد الجاسم، في النص بيلعب حمود فليطح وسعد الحوطي وحمد محمد، في خط الهجوم فيصل الدخيل جاسم يعقوب فتحي جميل. أما فريق تشيكوسلوفاكيا، شلون تشيكوسلوفاكيا؟ الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي وهو أول مجموعة الأولى والبلد طبعا المضيف والبلد اللي منظم بيمثله في حراس المرمى داريف رينات، في خط الدفاع تنكيز فاجيز أوليك ريفار، وفي خط النص بيلعب فلاديمير وفايدور وسيرجي شافلو وسيرجي أندريف ويوري، وبيلعب أيضا فاليري. جمهور حكى المباراة من المكسيك ريبيو فاكس من المكسيك بساعدة من فرنسا، وبدت المباراة. واضح منتخب الكويت الوطني الأزرق كرة مع فتحي كميل وأيضا مساعد الحكم من فرنسا فيرار وماتسون أندريس من فنلندا. كرة في نص الملعب توصل إلى الفريق الاتحاد السوفيتي الفريق الروسي بيلعبها عطلة تنكيز، تنكيز كرة معاه بيلعبها في نص الملعب مرة ثانية، وكرة بيحصلها بيلعبها بيقطعها دفاع منتخب الكويت الوطني. دخيل دخيل الحوطي، حوطي لحمد أقرب لها اللاعب الاتحاد السوفيتي اللي هو فايدور، تطلع الكرة من تماس وليد الجاسم سعد الحوطي، كرة مع وليد الجاسم، وليد بيلعبها قدام لسعد الحوطي بعد ما لعبها، لكن بتروح الكرة عند في فاول لمنتخب الكويت الوطني. بداية المباراة وليد الجاسم جمال يعقوب وليد الجاسم توصل إلى جمال نعيم سعد، كرة مع نعيم وداخل مع ريفار، تطلع الكرة رمي التماس للفريق الروسي. اللعبة كرة في نص الملعب مع الفريق الروسي عند اللاعب فلاديمير ينقلها يقطعها نعيم سعد، توصل إلى حمود فليطح، كرة مع فليطح بيلعبها للدخيل، دخيل بيلعبها لفتحي كميل بيعدي من ثمانية فلاديمير، كرة مع فتحي للدخيل، دخيل لعبها لنعيم، نعيم بيلعبها مرة ثانية توصل إلى محبوب ينقلها ناحية الشمال لوليد الجاسم في دور الثمانية بمنتخب الكويت والاتحاد السوفيتي، كرة مع الحوطي بينقلها للدخيل لكن داخل المدافع وبيطلعها من برا الملعب أوت اللي هو رقم 3 ألكسندر. ألكسندر اللعب يبعدها محبوب، توصل في نص الملعب ياخذها نعيم سعد، طويلة بيلعبها عطول ناحية فيصل الدخيل أقرب لها ألكسندر، تطلع الكرة برا الملعب أو رمي التماس. لعبة رمي التماس توصل عند فاجيز بيلعبها بداية الشوط الأولاني أول دقيقتين كرة ملعوبة وتوصل جهة اليمين بيحصلها فايدور بينقلها ويلعبها على طول يقطعها محبوب، توصل لحمد محمد،
منظرهم حلو الاولاد وبيلعبوا كرة حلوة لحد الان ما في رهبة وشباب والدخيل دخيل بيلعبها انما توصل الكرة الى فريق الاتحاد السوفيتي ياخذها تنكيز تنكيز بيلعبها ومشترك معاه ترجع الى تنكيز تنكيز بينقلها على طول الى الكسندر تندر يلعبها ناحية أربعة اللي بيلعبها اللي هو فاجيز تطلع الكرة برا الملعب حكى المباراة من المكسيك روبيو فاكس ساعدة من فرنسا وفنلندا ولعبت فريق الاتحاد السوفيتي كرة بياخذ لعبها فاجيز لعبها ناحية الشمال لكن نعيم سعد يخطفها يطلع كورنر كورنر أنا شايف الحقيقة الجمهور وشايف أيضا شيخ فهد رئيس وفد الكويت أيضا وشايف الإداريين شايف الجمهور اللي ما يتعدى بين 100-110 أشخاص من الكويت اللي جايين وموجودين شايفوا الملعب ولعبة الكورنر اللعب لكن تطلع الكرة وين تروح الكرة ما حصلها لا تطلع الكرة برا الملعب أوت مثل ما أنتم عارفين يعني منتخب الكويت الوطني يعني لو يرجع إلى تعداد السكان في الاتحاد السوفيتي 260 مليون عدد السكان عدد اللاعبين في الاتحاد السوفيتي 11 مليون لاعب يعني نطلع 11 لو من كل مليون واحد يطلع لاعبين في الاتحاد السجلين في الكويت 380 لاعب في الاتحاد رسميا عدد سكان الكويت 1,000,001 فطبعا في فارق لما طلع من 260 مليون من 11 مليون لاعب اعتقد هذه بتكون فرصه لكن شباب شباب قام ايضا بيغدون كره حلوه ولحد الان ومضى حوالي 5 دقائق وصفر صفر كره مع وليد وليد بيلعبها لجمال جمال بيلعبها الى ليطح ليطح بينقلها للدخيل الدخيل لعبها لفيطح مره ثانيه ليطح بيلعبها حلوه ناحيه اليمين تنتظر في توصل عن فتحي وسعد الحوطي بيحصلها سعد كره معه لعب جاسم عملنا ما يلعبها بينيه ما تكون بيطل الدخيل توصل مره ثانيه تلعب في نص الملعب توصل الى تسعه اللي هو ماخذها وماشي وهجمه الفريق بتاع السوفيتي كره بلعبه تسعه يقطعها محبوب ترجع مره ثانيه وتوصل اللعب تنقطع وتوصل في نص الملعب اللي هو يوري بتروح منه وبشوت تروح الكرة شاد اللاعب فلاديمير هذا فلاديمير بشوت تروح الكرة برا الملعب سبع دقائق تقريبا مضى من زمن الشوط الأولاني ولحد الآن في دور الثمانية دور الثمانية يلعب بطريقة خروج المغلوب يعني تعادل ماكو حصل تعادل وقت إضافي وضربة جزاء تلعب كرة في نص الملعب جهة اليمين توصل مرة ثانية تلعب يعدي بيحاول يمر تلعب وخاته خوز خطره وبيصلحها وبشوت فوق 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 شوت تدري فيكم كل واحد بيحط ايده على قلبه خصوصا لما تي بيحاول يرجعها بالبطيء الظاهر ما هو قادر ما هو قادر ما هو قادر شفتوا نقل مباراة الكويت لبنينغراد كانت احلى في ساعة جايبها صوب وجايب كذا لحد الان في دينامو موسكو احنا في موسكو مو في لبنينغراد عادي عادي لحد الان عادي ضربة مرمى طولها توصل في نص الملعب سعد الحوطي حمد وحمد اشترك حمد وحمد مع تنكيز ياخذها لكن بتروح منه توصل في نص الملعب تلعب الى ناحية جناح الشمال ياخذها اللاعب من الاتحاد السوفيتي على طول كرة معاه ويلعبها إلى تنكيز تنكيز لما يقطعها منه فيصل الدخيل اللي راجع ورا بيساعد تطلع الكرة برا الملعب ضربة مرمى ضربة مرمى بيحتاج على الحكم ممنوع 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 مساعد الحكم لا لا ما يصير خلاص شاور ويقول له لكن ضربة مرمى أحمد طرابلسي طويلة بيلعبها قدام توصل لكن تطلع الكرة برا الملعب لحد الآن الفريقين هايبين من بعض طيب انت تلعب في بلدك فريق الاتحاد السوفيتي وجمهورك والاستاد مليان دينامو موسكو كرة ملعوبة ناحية الشمال وتوصل بيقطع ما بتعدي من نعيم سعد رايح ل حمود فليطح وبيقطعها وتعاون سليم توصل إلى فتحي كميل فتحي بيعدي من خمسة اللي بيقطعها من قدامه اللي هو أوليك أوليك بيلعبها على طول إلى فاجيز فاجيز كرة معاه تنقل لكن بيقطعها
جمال يعروب وترجع مرة ثانية وتوصل إلى الفريق الغزاش. شنو الإعلام اليوم؟ أنا وكرة في نص الملعب تلعب إلى الاتحاد السوفيتي وبيلعبها في عرض الملعب كرة ملعوبة، إنما تلعب في نص الملعب ياخذها مرة ثانية فاجيز. فاجيز كرة معه بينقلها ناحية الشمال رايح لنعيم سعد، كرة مع نعيم واللي لاعبها توصل مرة ثانية إلى الفريق الاتحاد السوفيتي بيحصلها فاجيز بيلعبها تخذ رجلة خطرة وهتخذ تلعب خطرة وبيحاول يمر خطرة وخطرة وبيطلع وشوت يقطعها ويقطعها وكرة دربكة بيحصل داخل منطقة 18 بشد المنافسة والضغط أمام المرمى وإنما بيطلعها دفاع منتخب الكويت في آخر لحظة في آخر لحظة في آخر لحظة وكورنر كورنر كورنر تلعب بعدها على طول فيصل الدخيل كرة طويلة بيلعبها لكن ما أخذها المدافع الشمال لمراقب فتحي على طول وكرة يلعبها إلى قلب الدفاع يلعبها جهة تنكيز تنكيز هذا رقم 2 كرة معه بيلعبها على طول قدام توصل وهاتخذ سبب يحاول يعدي اللي هو سيرجي أندريف ترجع مرة ثانية توصل إلى فايدور وحمد وحمد حمد بياخذها كرة معه بينقلها على طول إلى سعد الحوطي سعد الحوطي إلى جمال يعقوب جمال يعقوب يلعبها إلى فليطح فليطح لفيصل الدخيل والدخيل بيلعبها إنما توصل لجاسم ياخذها حارس المرمى حارس المرمى والمدافع بيشاور لي مساعد الحكم لكن بتوصل إلى جاسم بيحصلها حارس المرمى داريف 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 ريناس ترجع مرة ثانية حلوة المباراة كرة ملعوبة تنقطع مرة ثانية وتوصل في نص الملعب الدخيل داخل فيها الدخيل معدي خط النص كرة معه تلعب عشرة حوطي حوطي كرة معه وبينقلها حمود فليطح فليطح دخيل دخيل لعب الحمد الحمد حمد يلعبها في عرض ملعب إلى وليد ودفع لكن ما في شيء من الحكم بيعطي بلام مشي اللعب في فرصة توصل مرة ثانية وليد الجاسم والجاسم لعبها في نص الملعب كرة ملعوبة عن سعد الحوطي الحوطي لعبها على طول إلى حمود فليطح كرة مع فليطح ماخذها ومعدي وماشي ملعوبة على طول لحمد وحمد في نص الملعب ياخذها سعد الحوطي الحوطي بيلعبها لمصر الدخيل دخل سعد الحوطي سعد الحوطي بيجيب الجول لا ما سهلة 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 ومحلوة وماشية مثل العسل حمد ابو حمد حمد ابو حمد كرة ملعوبة وتوصل ناحية الشمال لجاسم يعقوب كرة مع جاسم يعقوب يلمها بيطلعها المدافع برا كورنر 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 ودافع ما عليه ما يخالف ما يخالف يا مكسيكي يا روبريو باك حلوين الاولاد تحدى منظرهم حلو شكلهم حلو وبيلعبون حلو وهم حلوين كرة في نص اللعب كرة في نص الملعب تلعب الى يوري تسعة ينقلها لكن ياخذها وليد الجاسم يلعبها الحوطي في مكان غير سليم يطلع الحوطي برا الملعب رامي التماس تنكيز تنكيز توصل في نص الملعب وبيحصلها بشوت شوت انما بيد احمد الطرابلسي اربع بشوت اللي هو فاجيز لا شك انه طبعا مثل ما قلت لكم الفريق بيؤهل وبيوصل لدور الثمانية ويلعب في اقوى مجموعة بين نيجيريا وكولومبيا ويوصل هذا في حد ذاته اعتبار انتصار ومكسب انتصار ومكسب يعني اللي اعتقد والله العظيم انتصار ومكسب نوصل دور الثمانية في اول مرة واول مرة بنلعب يعني بعد الكرة ملعوبة توصل للدخيل الدخيل كرة معاه بيلعبها انما يلعبها ل جاسم اللي كان متأخر ولاعبها على طول وشادة شادة فعلا شايف أنا لاعب تعسفيتي شاد جاسم فريقته وشاور حق الحكم لكن الحكم شايف أنه بينزل رموشة شوية كرة ملعوبة ناحية الشمال توصل إلى يقطعها يقطعها وشباب يقدمون مباراة كرة ملعوبة توصل في نص الملعب جهة اليمين تنكيز تنكيز بيلعبها في نص الملعب توصل مرة ثانية الكرة ملعوبة تلعب في الراس لا بيلعبها ما يقدر ياخذها انما توصل مرة ثانية وبياخذها رقم 10 اللي هو فايدور وبيباصيها في عرض الملعب الى فلاديمير توصل ناحية الشمال ونعيم غطي عليه وتلعب في عرض الملعب الكرة بيصلحها بيحاول يمر ويلعبها يقطعها جمال يعقوب يرسلها على طول لحمود فليطح فليطح كرة معاه يقطعها من قدامه فلاديمير
فلاديمير بياخذها مره ثانيه يلعبها ناحيه الجناح الشمال وترجع الكره في نص الملعب وطويله يبعدها دفاع منتخب الكويت. وليد الجاسم توصل لحمد ابو حمد، حمد يلعبها للحوطي والحوطي لحمود فليطح، فليطح كره معاه، كره مع فليطح يعطيها نعيم، اعطاها نعيم، نعيم بيعطيها قدام لحمد، حمد وبيهيئها الى فليطح، فليطح بيحاول يعدي ياخذها من اللاعب الروسي ويلعبها على طول ناحيه الشمال، هجمه ومشترك توصل ناحيه الشمال قطعها محبوب جمعه، محبوب الاسمراني وكره معاه لمحبوب، كره مع محبوب، حمد بيعطيها حمد او بيعطيها فتحي، فتحي في فتحي انما يقطعها من قدامه خمسه ملاحظ فتحي على طول اوليك لعب مره ثانيه وحمود فليطح، لكن فاول على فليطح، فاول على فليطح، فاول تلعب الفاول، لا لازم تثبت، لا لازم تثبت، ما يجوز، القانون واحد في كل انحاء العالم، القانون واحد، يجب ان اي كره ملعوبه ويجي شو الحكم بيشاور، يجب ان تثبت الكره ثابته لعبت عادها خطره الكره معاه شوت تضرب توصل الى جمال، جمال بيلعبها على طول الى فيصل الدخيل، دخيل بينقلها لكن باصيها بيقطعها المدافع جهه اليمين ثمانيه فلاديمير، فلاديمير بيحاول يعدي لكن جمال يعقوب، فلاديمير جمال ولاديمير ياخذها، تعاون بين وليد الجاسم وجمال يعقوب وتوصل الى جمال، وجمال الى الدخيل، الدخيل والحكم صفر، حكم صفر، حكم صفر بعدين، حكم صفر بعدين، منتخب الكويت ما غلطوا وماشي، والحكم تاخر بصفارته وحاطه فاول، حاطه فاول، حاطه فاول بعد ما شاور له مساعد الحكم، وشاف مساعد الحكم ومضى ربع ساعه والنتيجه ما زالت 0-0. بايدور، بايدور بينقلها يلعبها وداخل براسه بيلعبها انما تطلع الكره برا الملعب اوت، يلعبها سيرجي اندريف، ضربه مرمى محبوب جمعه وهذا طرابلسي في هوا شويه الملعب، شمس طالعه اليوم ودفى وكره ملعوبه توصل ناحيه فتحي، فتحي هو وخمسه يعدي منه فتحي، يعدي منه فتحي، يعدي يطلعها منه كورنر، كابتن خمسه اللي هو اوليك خايم فتحي ومراقبه على طول، قال له شوف تيجي من البيت ما عندك مهمه اليوم غير انت عند فتحي كميل وبس، وتوقف يوم رقم سبعه بس مالك شغل كله كلش، انت تروح تنام وترتاح وتوقف بس عند اللاعب رقم سبعه اللي هو فتحي كميل، وما يقدر يطلعها، يطلعها منه على طول كورنر، 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 حمود فليطح، فليطح بيلعبها يقطعها المدافع وتوصل الى دفاع الشمال. حلو، بدوا لاعبين يهددون الاتحاد السوفيتي وشباب سمر بدوا ايضا يلعبون شكلهم ايضا خطوره وعليهم المراقبه، معناه ان الكره في بلدنا والحمد لله متقدمه، وهذا الشيء الحقيقه بيشرف كثير. ورمي التماس اللعب فلاديمير، كره ملعوبه يقطعها حوطي يلعبها لفيصل الدخيل، منظرهم حلو الحقيقه، بيلعبوا كره هاديه اعصابهم هاديه اهدى من اعصابي، المهم 17 دقيقه ماضى، حمد ابو حمد، فتحي كميل غير محله من الشمال، شوف خمسه بيلحقه بعد يباصيها وليد تنقطع وتوصل لفريق الاتحاد السوفيتي، وخطره كره ملعوبه يحاول يعد ما فيها شيء، جمال يعقوب يدخل ما فيها شيء، بيطيح نفسه، بيطيح نفسه بالهواء، طيح نفسه بالهواء، هذا شايفينه وعارفينه احنا في الكويت، عارفينه ريفا، ريفار 17 والحكم من المكسيك ايضا عارف ان هذا شيء ايضا كره ملعوبه، توصل الى جمال يعقوب، جمال يعقوب فليطح، وفليطح حمد، وحمد يلعبها لكن في فاول على تنكيز، صح فليطح مضبوط لعب دفاع يمين مضبوط، اليوم يلعب في النص ايضا مضبوط، اللعب الدخيل
حمد الدخيل مشتركه كره عاليه، دخيل براسه توصل عند اللاعب الاتحاد السوفيتي سعد الحوطي، وليد القاسم بيلمها. كره مع وليد، لعبها لسعد الحوطي، حط لعبها لحمد، لسعد الحوطي. اللعب مره ثانيه توصل تنكيز بحطير توصل للفريق الاتحاد السوفيتي، ياخذها وماشي كره معاه، يلعبها على طول الى تسعه يوري، يحاول يلعبها دفعه دفعه فاول. واضح واضح الدفع واضح، ستة اللي هو زيرجي شاف له، شايف انه دافع ودفعه، الحكم شافه، الحكم شافه. تلعب الكرة وتوصل جهة اليمين الى الى نعيم جاسم، تلعبها طلعها اللاعب الاتحاد السوفيتي برا الملعب، رمي التماس. مضى حوالي 19 دقيقة من زمن الشوط الأولاني والنتيجة ما زالت لحد الآن التعادل بدون أهداف، أيضا طلعها أوت. شوف كفاية أن يوصلون دور الثمانية ويلعبون أمام هذه الجماهير في دينامو موسكو، هذا يعتبر فوز كبير للكرة الكويتية. فتحي فتحي بيلعبها، شايف الجمهورنا 100-120 واحد، هذا الرش وهذا الطير وهذا فيدان وهذا الشباب أيضا معاهم من بعض اللاعبين اللي هم في الألعاب مختلفة، وكرة ملعوبة في نص الملعب. توصل جهة اليمين إلى اثنين، تنكيز تنكيز بيلعبها على طول إلى بايدور، بايدور كرة معه بينقلها ويقطعها سعد، توصل لمحبوب يخليها جمال يعقوب، توصل عند أحمد طرابلسي. خطورة لحد الآن على الفريقين ماكو، اللعب منحصر في منطقة نص الملعب بين الفريقين. كويت بيحاولوا يمرون كرة يا لجاسم يا لفتحي يا للدخيل، أهمني بيحاولون الفريق الاتحاد السوفيتي يا ليوري يا ليفايدور يا لي ريفار. لحد الآن هذا ريفار 17، لحد الآن طبعا الكرات تلعب قصيرة ويخلون بالهم شبابنا من الكرات القصيرة اللي هاتوخذ اللي يحاولون يلعبونها. توصل لحمود فليطح، فليطح كرة معاه لحمد محمد، حمد محمد يلعبها إلى وليد الجاسم، يطلعها أوت لاعب روسي. توصل مرة ثانية وليد الجاسم، تضرب ايضا في اللاعب فايدور، فايدور كره معه بينقلها في نص الملعب، اللعب ياخذ مكان سبعه سيرجي، انما تنقطع وتوصل لفتحي لسعد بيحط ريله، ترجع مره ثانيه وتوصل في نص الملعب، تسعه بياخذها اللي ماشي يوري وبيلعبها قدام، لكن وين لعبها لاحمد الطرابلسي سهله. هدت شويه مباراة، هدت أعصابنا شوي وارتحنا. أول 20 دقيقة تقول صعبة على الجمهور علينا كلنا، والكل طبعا بيراقب المباراة وما في أحد أبدا حتى يكلم زميل اللي يمه. المباراة مهمة ومثيرة ولحد الآن ما فيها أي هدف، كرة ملعوبة لحمود فليطح، فليطح بجرها جرة من اللاعب الروسي، توصل إلى وليد الجاسم، جاسم ينقلها إلى جمال يعقوب، ينقلها جهة اليمين لكن بيقطعها المدافع الاتحاد السوفيتي، ياخذها محبوب يلعبها ناحيه نعيم سعد لحمد وحمد، ياخذها نعيم يقطعها اربعه من قدامه ونعيم متابعه، وترجع مره ثانيه وتوصل الى اربعه للاعبها فاجيز، ترجع مره ثانيه توصل الى الحوطي، الحوطي يلعبها الى فيصل الدخيل، دخيل لحمد وحمد، حمد يلعبها بعرضيه جاسم يعقوب، انه ما بيطلعها المدافع قبل جاسم، الثلاثه اللي بياخذها اللي هو الزندر، زندر توصل الى فاجيز، وفاجيز كره معه، فاجيز بينقلها على طول وهجمه مره ثانيه عكسيه لفريق الاتحاد السوفيتي، يقطعها دفاع منتخب الكويت الوطني، توصل ناحيه الشمال الى لاعب الروسي اللي بيلعبها، يقطعها نعيم سعد، يا ترسوله نعيم سعد لعبها على طول، توصل لحمد محمد، يلا شباب ترى فريق الاتحاد السوفيتي شايف انا هايب شويه، كرة إلى الدخيل، الدخيل إلى نعيم سعد، كرة كرة يمسكون كرة ويلعبون كرة حلوين، ناحية الشمال كرة ملعوبة لجاسم، جاسم بيعدي بيحاول يمر جاسم اللي خطفها براسه، لكن بياخذها منه المدافع اللي بيعدي منه اللي هو تنكيز، تنكيز بيلعبها على طول إلى فايدور، فايدور كرة معاه بينقلها في نص الملعب وتوصل مرة ثانية إلى الفريق الروسي، يلعبها تسعة تسعة يوري، يوري هاتو خذ يقطعها محبوب وبيطولها قدام
تطلع الكره انا ما يلحقها، جاسم براسه يلعبها توصل مره ثانيه. طاح لعب شنو امري لجاسم يعقوب بعد ما نط وصل ناحيه سيرجي جابلو في اثنين سيرجي. اللعب وتوصل مره ثانيه، تعدي من حمد ياخذها اللاعب الاتحاد السوفيتي، كره معاه يحاول يمر تنقطع انما توصل لفريق الاتحاد السوفيتي اللي هو ريفار وخطره طلعها طرابلسي. اللعب الى سيرجي اندريف، سيرجي اندريف كان فاضي قدام المرمى وزعلان انما طرابلسي بيطلع لكن في اوفسايد. مو راضي على الكرة اللاعب، يقول الكرة مو زينة بعد ما شاطها هو غلط أخذها سيرجي اندريف رقم سبعة، يقول الكرة انت أوفسايد وبعدين الكرة زينة والحكم فاحصها ودولية وكرة مثل اللي لعبوها في الأرجنتين توصل لوليد الجاسم، جاسم يلعبها على طول إلى فليطح اللي بيطلعها منه اللاعب الروسي بيلعبها ياخذها مرة ثانية. يا سلام يقطعها سعد الحوطي توصل انما يقطعها المدافع مرة ثانية ومضى حوالي 25 دقيقة من زمن الشوط الاولاني ولحد الان 0-0 بين الاتحاد السوفيتي وبين منتخب الكويت الوطني ومنتخب الاتحاد السوفيتي، كرة ملعوبة وتوصل الى 10 بايدور، بايدور بينقلها الى تنكيز، تنكيز بينقلها في نص الملعب ناحيه الشمال توصل الى فلاديمير، فلاديمير بينقلها نعيم سعد مشترك معاه ياخذها توصل تطلع الكره منتخب الكويت، منتخب الكويت رايح لا تعليش يوري، ليش رايح لا يوري؟ لنعيم 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 رامي التماس توصل الى حوطي فتحي ياخذها اللاعب اوليك، اوليك بيلعبها على طول توصل لدخيل وهجمه بين فتحي وبين دخيل بتاخر فيها لكن في فاول في فاول في فاول في دفعه حقيقه دخيل ملفت للنظر في لعبه من اللاعبين الممتازين فيصل الدخيل وفعلا منظره في الدوره هذه حلو، كره يلعبها فتحي توصل عند نعيم سعد، نعيم كرة معاه بينقلها لحمد وحمد، حمد بينقلها لكن بينقلها وين؟ بيقطعها فاتش تطلع الكرة برا الملعب اوت. رامي التماس فيصل الدخيل. لحمد وحمد. حمد بيلعبها يقطعها المدافع من الاتحاد السوفيتي ويطولها قدام. جهة اليمين توصل على طول إلى تنكيز، تنكيز بينقلها إلى لاعب الاتحاد السوفيتي يقطعها محمود فليطح يلعبها على طول لفيصل الدخيل طلعها من طلعت وراء رمي التماس، لا هي أصلا لي صح عدل إيه غير إشارة الكرة لعبت على طول توصل إلى تنكيز كرة ملعوبة على طول إلى فايدور، فايدور بيحاول يعدي يلعبها في عرض الملعب طاحها وتوصل نعيم سعد بيطولها وبيلعبها كرة عالية أقرب لها الأوت لكن يحصلها اللاعب الروسي طاحها وليد حمود بيطيح طاحها دخيل مشترك معاه تطلع الكرة برا الملعب أوت. كبار جايين لاعبين تنكيز توصل جهة الشمال يلعبها ستة سيرجي شافلو كرة في نص الملعب وتوصل لفريق الاتحاد السوفيتي هجمة ويقطعها يا سلام محبوب يقطعها لحمد أبو حمد، حمد كرة معاه تلعب توصل غريبة أقرب لها حارس مرمى، أقرب لها حارس مرمى، أقرب لها حارس المرمى. فتحي مراقب، جاسم مراقب وكرة ملعوبة، توصل الكرة إلى الفريق الاتحاد السوفيتي ناحية الشمال، ماخذها وماشي الفريق الروسي كرة معاه اللي هو سيرجي بيلعبها جهة اليمين،
توصل ناحيه التنكيز، تنكيز كره معاه بيحاول مولد الجاسم، تنكيز بيلعبها براسه وتوصل بيطلعها بيحاول يمر، انما داخل معاه نعيم وبيطلعها تطلع كره ضربه مرمى. تعاون، تغطيه بالدفاع في خط النص، انتشار في خط الهجوم، تعاون، كل هذا موجود بين فريق منتخب الكويت الوطني بيلعب. ولذلك لما اقول لك ان انت لما تنقي 11 لاعب من 11 مليون لاعب، غير لما تلقي 11 لاعب من 338 او 48 68 مسجلين رسميا في اتحاد الكره، طبعا في اختلاف. ولذلك منتخب الكويت الوطني بيقدم كره حلوه لحد الان، ويمثل كره ملعوبه على طول، مضى نص ساعه واخر ربع ساعه ياخذها جاسم، بيحاول يعدي ومشترك معاه، مشترك معاه وكره مع جاسم، ياخذها منه ثلاثه اللي هو الكزندر، توصل لحارس مرمى تاريف رينات الى عشرة بايدور في النص بينقلها، توصل الى فلاديمير، وفلاديمير بعد ما لعبها وتوصل مره ثانيه في نص الملعب يحصلها اللاعب الروسي كره معاه، تلعب في عرض الملعب، توصل هاتخذ منقوله وخذ اللعب، يحصلها وخطره تحاول يمر ضربك ابعدها شوت، جول مفروض يبعدها من دفاع منتخب الكويت الوطني، بيتاخرون فيها وضربك، والمفروض اي لاعب بيبعدها، لكن بيتاخرون في الابتعاد عنها في الدقيقه 30، في الدقيقه 30 هذا الجمهور الاتحاد السوفيتي في الدقيقه 30، في الدقيقة 30 بيسجل الفريق الروسي من كرة لاعبها على طول في دربك أمام المرمى، المفروض يبعدها دفاع منتخب الكويت الوطني بسرعة، لكن اللاعب رقم 10 فايدور بيسجل الهدف الأولاني في الدقيقة 30. فايدور بيسجل أول أهداف المباراة. كرة اللعب وتوصل إلى تنكيز بلعبها إلى عشرة فايدور، يقطعها وليد، توصل لحمد، لوليد مرة ثانية، كرة ملعوبة لحمد، وحمد حمد كرة معه بلعبها إلى فليطح بينقلها ناحية نعيم، كرة مع نعيم، هذا نعيم واضح في الصورة الآن، كرة مع نعيم بيعدي وكرة معه بيمر نعيم وبشوت، انما بتروح الكره برا، حلوه، نعيم بيتقدم وبيشوت، انما بيشوت الكره وين؟ فوق العارضه، تطلع الكره برا الملعب. واحد منتخب الاتحاد السوفيتي، لا شيء منتخب الكويت الوطني. في الدقيقه 30 فايدور بيسجل الهدف الاولاني، هذا فايدور 10 بيلعبها على طول الى يوري كره معاه، بينقلها ناحيه الشمال الى فايدور كره معاه وبيلعبها مره ثانيه في نص الملعب، توصل الى فايدور كرة معاه، ماخذها وماشي لعبها على طول، بيحاول يعدي بيحاول يمر، كرة معاه بيلعبها، لما يقطعها محبوب ترجع مرة ثانية وتوصل كرة عرضية ناحية فايدور ناحية ثمانية اللي هو فلاديمير، تطلع كرة برا الملعب أو ضربة مرمى على كورنر. لمنتخب الاتحاد السوفيتي الفريق الروسي، لعبت يقطعها سعد الحوطي، توصل مره ثانيه كره في نص ملعب مع الفريق الروسي، بيعليها ناحيه ثانيه يقطعها، انما تطلع وين؟ تطلع كره برا الملعب او ترمي التماس، رمي التماس، توصل الى سيرجي شافلو يلعبها ناحيه الشمال، مشترك معاه فليطح، توصل في نص الملعب يلعبها على طول في هاتخذ الكرة ملعوبة، ياخذها حمود فليطح، عدا لما يتاخر فيها يطلعها اللاعب الاتحاد السوفيتي برا الملعب او رمي التماس. اخر تقريبا 12 دقيقة، واحد منتخب الاتحاد السوفيتي، لا شيء منتخب الكويت الوطني، اللعب سعد بيلعبها لحمد، وحمد حمد كرة معاه بيلعبها الى فتحي كميل، فتحي بيحاول يعدي بيمر فتحي كرة معاه، يمر فتحي كرة معاه، يمر اللعب بعرض ملعب، تعرض إلى الدخيل، لكن في راية مرفوعة، حمد لعبها على طول الدخيل اللي ماخذ له فيصل على شماله،
تلعب على طول توصل عند الدفاع، ولما يتحرك فتح بيعمل خلخلة على طول في دفاع الفريق الاتحاد السوفيتي، كرة ملعوبة على طول توصل في نص الملعب جهة اليمين قريبة عند تنكيز اللي متقدم، طلعوا منه طلعوا من تنكيز. رامي التماس ال 11 ثانية الأخيرة من زمن شوط الأولاني، كرة مع حمد تطلع كرة برا الملعب أوت. رامي التماس وليد جازم فاول، فاول على اللاعب بايدور، لعبت حمد بشار ضربها بيد اللاعب، اخذها بيده فعلا مساعد الحكم انا شايفه وهو اللي بشاور بعد ما لعبها طول توصل الى وليد، وليد بيلعبها لفليطح لكن فتحي داخل معها اربعه شكل مروسي، اللعب توصل الى وليد القاسم، وليد بيلعبها على طول قاسم بهياني بس الدخيل دخيل بمر لا فاول، فاول فاول خارج منطقه 18، كره حلوه لاعبها جاسم هيا للدخيل اللي حاول يلف ويشوت انما في فاول خارج منطقه 18، ضربه حره مباشره والحكم المكسيكي واضح بصوره، وهذا حارس مرمى داريف رينات بوجه زملائه ضربة حرة مباشرة في حيطة معمولة، ويا رب إن شاء الله تنتهي من اللي بيشوت دخيل يمها والحوطي، جاسم واقف ما راح يشوت، وحمد يقول حمد بيعد شوف يقول ما بعد ما رجعهم ليطح شوت تضرب الحيطة وبشوت مرة ثانية تروح الكرة برا الملعب أوت. فليطح بيحاول يشوت انما بشوت تضرب في الحيطه ترجع لفليطح تروح الكره برا الملعب اوت. لعبت من اوليك، اوليك بيلعبها الى اربعه فاجز، فاجز تنكيز الاتحاد السوفيتي كره معاه الى فايدور، فايدور بينقلها في عرض الملعب طاحها الحوطي توصل مرة ثانية توصل إلى أربعة وبيحصلها وبيشوت إنما وين تروح الكرة برا الملعب أوت. آخر تقريبا سبع أو ثمان دقائق من زمن الشوط الأول من المباراة، فريق الاتحاد السوفيتي هدف، الكويت من غير هدف، قصدي طبعا من غير صفر صفر لحد الآن، لا مو صفر 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 طبعا، الاتحاد السوفيتي واحد كويت لا شيء، كرة ملعوبة توصل إلى حمد أبو حمد، حمد كرة معه بينقلها حمد أبو حمد يعطول إلى جاسم، جاسم يتأخر فيها بتروح منه وبيلعبها توصل مرة ثانية تلعب إلى فريق الاتحاد السوفيتي، كرة معاه ماشي ماخذها وبيحاول يمر يلعبها ناحية الشمال، كرة ملعوبة بيلعبها ناحية وليد يفتحها براسه وبياخذها مره ثانيه وبيحصلها بايدور وبيعدي من يعدي منه بيعدي من مره ثانيه وبيلعب في عرض الملعب توصل في نص الملعب ياخذها الدخيل اللي راجع ورا لما تصلح اللاعب الاتحاد السوفيتي ما تقول تحاول يمر لما طرابلسي بيطلعها بعد ما دخل ياخذ فاول على فتحي كمين. صالح منه فتحي بعد ما دفعها وفي فاول سليمان راح يلعبها فلاديمير، فلاديمير ترجع الكرة إلى فلاديمير مرة ثانية يلعبها في عرض ملعب كرة ملعوبة يفتح السوفيتي بشوت تروح الكرة برا الملعب. شوف في ال 39 دقيقة اللي مرت لاحظ الفريق الاتحاد السوفيتي بيلعب على ون تو هات وخذ، ولذلك منتخب الكويت الوطني المفروض في اللحظة هذه لازم يصفون المنطقة على طول، يعني قطع الكرة أيضا يرسلونها في النص طبعا هم لحد الان خطوره فيهم
في اللعبات اللي هاتوا خذ وانتو في داخل منطقه 18 واللي يمنه هدف بعد ما حصل الدربكه. لكن غير كذي ما انا شايف يعني من شوت من الخارج او كذا يعني في خطوره ابدا. ولذلك ممكن منتخب كويت الوطني ايضا يعمل اكثر من شيء معاهم. كره في نص الملعب الى يوري، يوري بيلعبها الى سيرجي اندريف، سيرجي بيلعبها الى ناحيه تنكيز، تنكيز بينقلها ويبعدها محبوب، ترجع مره ثانيه الى تنكيز، تنكيز بيلعبها مره ثانيه في نص الملعب ويلعبها قدام لما يقطعها سعد الحوطي يحصلها وليد قبل الاوت، يلعبها للحوطي، الحوطي لوليد، وليد يلعبها على طول الى حمد لكن توصل لفتحي لوليد، اربع نقاط حلوين، كره ملعوبه توصل الى برا الملعب اوت. خمسه فتحي جهه اليمين غير معاه قال لي لا ما عندك شغل اليوم، تجي من البيت راسا تنزل الملعب تدور رقم سبعه وتروح معاه وين ما كان. كرة ملعوبة توصل لتسعة وتسعة يوري ناحية الشمال، كرة مع الفريق الاتحاد السوفيتي، آخر خمس دقائق كرة ملعوبة، هات خذ شوف نقاط العملة يوري، هذا يوري يوري يلعب، هات خذ كرة معاه طاح مد فليطح لحمد بو حمد شده وفاول، حاول يقرأ طبعا يهجمه بس المفروض ان هذا شيء متعمد. شوف نادي لكن ما عمل شيء، ما عمل شيء، في عندك طاقة حمراء، فيكو حمراء وفيكو صفراء، صفراء لازم فيها انذار عشان ما شده متعمد، كرة ملعوبة، سعد يباصيها ما تمر، ياخذها الدخيل، توصل لسعد مرة ثانية، أيضا ما تمر، توصل لفريق الاتحاد السوفيتي، كرة ملعوبة عند حمود فليطح، فليطح بيلعبها ناحية فتحي ومغطي معها تسعة، مو تسعة اللي هو التنكيز اللي مر اللي هو رقم اثنين، رمي التمادي. لعبها على طول الى فلاديمير، فلاديمير بيلعبها ناحيه الشمال الى يوري، كره مع يوري، هذا يوري كره معاه بيلعبها حمد بيقطعها منه، بيلعبها لحمود فليطح، كره مع فليطح جاسم يعقوب، حاول بدات يعقوب مر جاسم لعبها ناحيه حمود فليطح، كره مع فليطح بيحاول يمر بيحصلها لعبها على طول شدة شدة فاول، واضح واضح فعلا في يعني هجمات منتخب كويت الوطني. يعني انا بلاحظ المباراة هذه، شوف كارلوس كارلوس طبعا بيحدث المباراة وكانت هجمة لمنتخب الكويت الوطني، ومثل ما حصل ضد استراليا، تذكرون في استراليا في سيدني تصفيات كأس العالم لما كان في مراقبة ودفع ايضا فريق استرالي، لكن منتخب كويت يحط هدفين واحد، الان الاتحاد السوفيتي لا شيء، منتخب كويت الوطني سعد الحوط راح يلعبها، لعبها سعد في رايه الرفع هناك انما الحكي يمشي اللعب، توصل مره ثانيه والكره ملعوبه لكن عند حارس المرمى اللي هو داريف رينات، اللعب في نص الملعب، كرة طويله ملعوبه على طول لكن اوفساي، اوفساي شايف الراي مرفوع انا واضح، ملعب فيه اماكن فاضيه لكن ايضا في جمهور وايد، طبعا فريق الاتحاد السوفيتي بيلعب والليله راح نكون مباراه على الهواء ان شاء الله، ايضا العراق والمانيا الشرقيه، كره ملعوبه عند جمال يعقوب، سعد الحوطي يلعبها سعد ما تمر، توصل عند بايدر، بايدر بيلعبها الى يوري، يوري الى بايدر، تنكيز بياخذها بيلعبها يشترك حمد، تمر توصل عند عشرة بايدر، بايدر بيلعبها تضرب في حمد توصل قريبة عند بايدر مرة ثانية، فريق الاتحاد السوفيتي ماسك الكرة أكثر، شايفها أنا بعد ما جاب هدف، كرة اللعب توصل ناحية جمال يعقوب، جمال بيطلعها بيلعبها توصل لحمد أبو حمد لوليد الجاسم، وليد يلعبها على طول لحمود فليطح بالطول من أحمد، خلي بالك فليطح توصل إلى فلاديمير، فلاديمير كرة معاه توصل ناحية يوري، كرة مع يوري بشوت تضرب وتوصل عند أحمد الطرابلسي، على ساعتي أنا خلاص باش تقريبا دقيقتين شوية والنتيجة ما زالت فريق الاتحاد السوفيتي واحد الكويت لا شيء. اللعب ناحية الشمال
حصلها كرة ملعوبة توصل ناحية فريق الاتحاد في تنكيز كرة معاوية حول عدي بن حمد يلعبها في نص الملعب إلى يوري. يوري بينقلها ناحية الشمال إلى فلاديمير. هتاخذ هو وريبار خطرة خطرة الجول خطرة بولتي بيصيدها كرة حلوة ملعوبة رقم سبعة هذا سيرجي اندريف ماخذ أماكن سليمة على طول وبيحط كرة بالدقيقة 44 لكن الطرابلسي بيصدها توصل مرة ثانية وتوصل إلى وليد الجاسم جمال يعقوب جمال بيلعبها على طول إلى أحمد طرابلسي طرابلسي بيلعبها بيطولها قدام جاسم لعبها لسعد الحوطي سعد الحوطي بينقلها ناحية اليمين توصل إلى حمود الفليطح فليطح بينقلها مرة ثانية بيقطعها مباراة ما نقول لكم بالإذاعة والتلفزيون اليوم كرة ملعوبة ناحية الشمال اللعب لفريق الاتحاد السوفيتي وعلى ساعتي أنا خلاص 45 وما في وقت ضايع أبدا كرة ملعوبة جهة اليمين توصل عند أربعة اللي هو باجز تطلع الكرة برا الملعب أوت حكم من المكسيك هاكس اللعب إلى الفريق الاتحاد السوفيتي يوري لعبها مرة ثانية توصل يوري وخطرة كرة معاه بيطلعها من قدامه محبوب وبيشترك معاه وبيلعبها توصل إلى حمد يباصيها لكن ياخذها رقم أربعة اللي هو فاجز توصل مرة ثانية إلى فريق الاتحاد السوفيتي شايف الضغط أنا والطريقة هذه المفروض طبعا كرة من تلت مرة ثانية وبشوت إنه مصدر طرابلسي ترجع مرة ثانية وتوصل ناحية الجبال بيحصلها وبعد ما طدها طرابلسي من الزاوية الشمال كرة معاه بيحصلها تسعة اللي هو يوري كرة معاه بتنقطع مرة ثانية توصل إلى فلاديمير فلاديمير كرة معاه لكن في صفارة في فاول على فيصل الدخيل لعبات القصيرة السريعة هذه خطر ناحية الشمال وكرة ملعوبة عرضية بيطلعها مرة ثانية توصل إلى فتحي صف الحكم المباراة وأنا شايف ناحية الجناح الشمال مبعد عنا شوية اللي هو نعيم سعد وما قصد أنه يلعب كرات خاطرة وفي آخر يده من زمن شوط الأولاني وينتهي شوط الأولاني واحد منتخب الاتحاد السوفيتي لا شيء منتخب الكويت الوطني. لعبة الكرة توصل سنترت توصل جهة اليمين تشوط أولاني واحد كرة ملعوبة في نص الملعب بيحصلها وبشوت طرابلسي بيصدها طرابلسي وبيتابعها اللاعب من الاتحاد السوفيتي بيتابع كرة حلوة لاعبها على طول ما طرابلسي صاحي وفي أوفسايد لعبة الكرة توصل إلى جمال يعقوب جمال بينقلها ناحية وليد الجاسم إلى جمال يعقوب إلى سعد الحوطي حوطي بينقلها جهة اليمين توصل إلى نعيم نعيم بيلعبها لجاسم لحمود فليطح بيطلعها منها لعبة سبعة عشر هو اللي طلع ريفار ونزل بداله كورين كرة ملعوبة توصل هجمة خطرة الفريق الروسي
كرة ملعوبة يقطع حمود فليطح ترجع مرة ثانية وتوصل ناحية وليد. كرة وليد مشارك لكن في صفارة وفي فاول. طاح منا وليد جاسم ريفار بدال كورين 15 بدل 17 فاول لفريق الاتحاد السوفيتي. كرة ملعوبة اللعب يحصلها وخطرة بشوت تروح الكرة برا الملعب اوت. 15 كورين اللي توه نازل بشوت كرة انما تطلع الكرة برا الملعب. كرة مع طرابلسي ثبتها ضربة مرمى طرابلسي لعبها لمحبوب للطرابلسي. كرة مع محبوب جمال يعقوب نعيم سعد نعيم مغطي عليه اللاعب سيرجي جافلو ينقلها ناحية الشمال توصل لوليد الجاسم. كرة مع وليد وليد بينقلها لفتحي لمراقب من اللاعب المدافع وفي فاول على اللاعب الاتحاد السوفيتي. لعبت على طول توصل الى وليد جاسم. وليد بينقلها طويله كره قدام توصل ناحيه جاسم وناحيه فتحي لكن اغرب لها المدافع من الاتحاد السوفيتي. بيلعبها طويله قدام وتوصل في نص الملعب حصلها كورين داخل معاه محبوب خذها مره ثانيه وصل لمحبوب اللي متقدم وفي هاندبول لمسه يد على اللاعب من الاتحاد السوفيتي. محبوب اللي بيتقدم وبيصل الدخيل وهذا حمود فليطح هذا الدخيل. شوت الدخيل انما تروح الكره وين؟ تطلع كرة برا الملعب. طبعا والحقيقة الوصول لدور الثمانية شيء مثل ما قلتكم مو سهل طبعا وما كان طبعا لما شباب الكويت ايضا اللي وصلوا في اول فرصة لهم في دورة اولمبية يوصلون لدور الثمانية امام فرق اوروبا الشرقية فرق قوية ومجموعة صعبة. كرة ملعوبة عبر توصل الى دادي لعبها وترجع مره ثانيه وانما تطلع الكره برا الملعب اوت. خمس دقائق مضى من زمن الشوط الثاني من المباراه والنتيجه ما زالت لحد الان 1 اتحاد السوفيتي الفريق الروسي لا شيء منتخب الكويت. لعبه رمي التماس كره مع الكسندر يوري يلعبها جهه اليمين الى تنكيز يما يوري تنفيذ تقدم فيها كرة معاه يلعبها يقطعها حمد توصل إلى سعد الحوطي. سعد الحوطي بيصل الدخيل كرة مع الدخيل دخيل بيعدي كرة مع الدخيل وبيلعبها لحمد فليطح بطول منه طول محبوبية توصل مرة ثانية تلعب في نص الملعب بيحصلها بيردها مرة ثانية وتوصل في نص الملعب ناحية شمال تلعب إلى سيرجي شافلو إلى كورين. كورين كرة معاه ماخذها ماشي كرة مع كورين 15 توه نازل بيعدي من نعيم جهة يمين كرة معاه وداخل معاه ومطلعها بعد كرة خطرة يبعدها محبوب وتوصل إلى فيصل الدخيل. دخيل كرة معاه يلعبها عطول لنعيم سعد جهة اليمين كرة مع نعيم نعيم بينقلها لكن بينقلها خطأ نعيم توصل ليوري يوري بيدفعها توصل مرة ثانية عند محبوب محبوب بيهدي اللعب بياخذها محبوب. جهة اليمين على طول إلى حمد وحمد حمد كرة معاه فيصل الدخيل لكن تصيرها توصل للاعب ثمانية اللي هو فلاديمير. فلاديمير ماخذها وماشي كرة معاه فلاديمير بينقلها داخل معاه توصل لحمود فليطح بفاول على وليد الجاسم. سبع دقائق مضى من زمن الشوط وشايف هذا الفريق الاتحاد السوفيتي هو اللي ضاغط. الكرة ملعوبة توصل جهة اليمين وبيحصلها
الى بايدر، كره معاه بيلعبها عرضيه ناحيه الشمال توصل الى اوليك، اوليك الى كورين يباصيها ترجع مره ثانيه في النص يستقبلها اللاعب اللي هو فايدور، فايدور ينقلها جهه يوري، كره ملعوبه وهات تخذ كره اللعب وتوصل وخطره اوفسايد، جول جول جول، كره ملعوبه هات تخذ الى عشره، واضح مثل ما طريقه لعبهم هي هات تخذ وتلعب، ودفاع الكويت بيلعبون على طريقه دفاع واحد، يعني المرور منهم المرور من كل الدفاع، وتسعة تسعة اللي هو يوري، يوري بيسجل الهدف الثاني في الدقيقة ثمانية، في الدقيقة ثمانية يوري سجل الهدف الثاني، لأن في تغطية الدفاع بيلعبون من مركز من البداية طريقة هات خذ وان تو، وهذه طريقة صعبة جدا في المرور من دفاع الكويت، توصل لحمود فليطح، وفليطح بيلعبها لفيصل الدخيل، والدخيل كره معاه بيلعبها عطوا لحمد ابو حمد، تروح منه وتطلع الكره برا الملعب كورنر. انا في رايي يعني شايف، انا طبعا نعيم سعد كان يلعب مصاب، فلذلك شايف انا شويه لعب ناحيه الشمال اكثر، لاحظ اكثر في الكره ملعوبه تلعب توصلنا ما يبعدها المدافع بلعبة الكورنر، ياخذها فليطح يلعبها، وفي توصل لحمد ابو حمد، وفي رايه مرفوعه وفي اوف سايد، اوف سايد مع انه حاول ناوي. نعم، اثنين منتخب الاتحاد السوفيتي ناشئ منتخب الكويت الوطني، ومثل ما قلت لكم طبعا فريق الاتحاد السوفيتي ايضا فريق ما هو سهل، وصل الدور طبعا الثمانية، وفريق المؤهل والمرشح للكسب البطولة، وطبعا مع ألمانيا الشرقية ومع تشيكوسلوفاكيا، وكرة ملعوبة ومع يوغوسلافيا، كرة ملعوبة توصل جهة اليمين، توصل هاي قطرة، كرة ملعوبة تلعب جول، لازم يخلون بالهم من اللعبات اللي فيها وان تو، هذه اللي بتلعب على طول، ولذلك يجدون إجادة تامة، وكرة على طول يفتحون فيها دفاع منتخب الكويت الوطني، لكن أوفسايد، أوفسايد اللاعب سيرجي أندريف كان موقف تسلل، كرة ملعوبة عند فتح كميل ياخذها خمسة منه اللي هو أوليك، يلعبها إلى ثمانية فلاديمير، إلى أوليك، أوليك إلى سيرجي شافلو، شافلو كرة في ناحية يوري، يوري بينقلها جهة اليمين، فريق الاتحاد السوفيتي بدا ياخذ كره افضل، كره مع تنكيز، تنكيز بيلعبها الى ثمانيه فلاديمير وبينقلها قدام، لكن توصل الى احمد الطرابلسي. 10 دقائق مضى من زمن الشوط الثاني، اثنين منتخب الاتحاد السوفيتي لا شيء منتخب الكويت الوطني، كره مع وليد الجاسم، وليد يلعبها لسعد الحوطي، سعد الحوطي كره معه، فيصل الدخيل كره مع الدخيل ماخذها وماشي، لعبها الجاسم توصل ناحيه فتحي، حصلها ولا سريعة تطلع كورنر، كورنر لعبة الكورنر، حمد لعبها يبعدها أيضا المدافع مرة ثانية، تطلع الكرة برا الملعب. كورنر مرة ثانية وتلعب، ياخذها حارس المرمى داريف ريناد، لعبها على طول لفريق الاتحاد السوفيتي، كرة معاه بينقلها طويلة جهة اليمين، توصل بيعدي 15 كورين، بينقلها إلى باجز، باجز كرة معاه، والكرات العرضية بيمر بيعدي، شو بيعدي الكرة معني بيعدي منه، لكن نعيم بيغطي عليه وتطلع الكره برا الملعب. لعبت ضربه المرمى الى حمود بليطح، يطلع كره معاه يطولها قدام لفتحي كمين، فتحي يحاول يمر فتحي لكن بالطول منه تطلع الكره كورنر،
حمقان اللاعب الروسي. لا انا ما لمسته ما لمسته مساعد حكم يشاور له اذا لمسته. انا شايف ان المدرب كانه بيغير، شايف انا الان شايفه كانه بيغير. كره ملعوبه سخن لما حارس مرمى بيطلعها من قدامه وتطلع الكره برا الملعب ريم التماس بيكونر. ريم التماس شايف كانه شايف انا احد يستخدم ظاهر بيغير بيغير لعبت فليطح فليطح بينقلها وانما حارس المرمى بينص وبياخذها وطويل لعبها بعيدة على طول جهة اليمين توصل الى فريق الاتحاد السوفيتي. كرة في نص الملعب حصلها يلعبها الى كورين اللعب بدل ريبار بشوت انما وين لا من بعيد ما عندهم تهديف لا ابدا لا لا سواري نفسك من بعيد ما في تهديف جيد لكن عملية الونتو هذا يوري هذا يوري الونتو مرور الحقيقة سليم ولذلك الهدف الأولاني تهاون فيها دفاع منتخب الكويت مو طلعها بسرعة لكن تهاونوا فيها وطلعوها على طول داخل المرمى. أي ضربة المفروض تنظيف المنطقة وارد في المكان هذا على طول ما لازم يترك أي كرة كرة ملعوبة محبوب يطولها قدام اللعب كرة عالية بنقطة فيها بنقطة الدخيل لعبها لفتحي راسه للدخيل لفتحي كميل مرة ثانية كرة مع فتحي فتحي بيهوش وبيحاول يعدي بيمر الكرة مع فتحي لكن فتحي مع خمسة اللي مراقبة على طول فاول عمل هذه اللي يعملونها في شرق آسيا اللي هي هذه المقص المقص ويايبة فاول فاول لمنتخب الكويت الوطني فاول اثنين منتخب جاسم لا شيء منتخب الكويت الوطني فاول جاسم كول 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 الله يا ابو حمود حلوه حلوه من نعيم سعد على طول على صدر جاسم يقول له تعالي خذها بشماله خذها بشماله جاسم يعقوب في دقيقه 14 في الدقيقة 14 في الدقيقة 14 جاسم يعقوب لعب الفاول نعيم سعد على صدر جاسم قال له حياك وخذها بشماله على طول بيحطها الهدف الاولاني لمنتخب الكويت الوطني في الدقيقة 14 جاسم يعقوب حلوة وجول حلو حلو من جاسم يعقوب ما شفناه الا بالشبك كرة ملعوبة تسعة في اللعب ليوري فرحة حلو كرة ملعوبة في نص الملعب واثنين واحد كرة مع فريق اتحاد السوفيتي وهجمة وكرة معاه تنقطع مرة ثانية يعني حمد ابو حمد وهجمة عكسية وجمال يعقوب معاه وحمد كرة معاه ما خلوه ماشي وجمال طالع له وكرة بيلعبها لجاسم لعبها لجاسم وجاسم لعبها تاخذ انها ما توصل سريعة عند حارس المرمى اللي هو داري فرينات داري فرينات هدفين بهدف واحد الكويت اثنين منتخب الاتحاد السوفيتي ومضى حوالي ربع ساعة من زمن الشوط كرة اللعب وتوصل جهة اليمين وبيحصلها منتخب الكويت الوطني كرة معها بيلعبها على طول اللعب وخطرة وشوط انما تروح الكرة برا الملعب اوت نعيم بيلعبها على صدر جاسم يمتصها بشماله وبيحطها داخل المرمى وفي مضى ربع ساعة من شهر الساعة وهدفين بهدف هذا محبوب هذا محبوب واثنين واحد اثنين واحد ثبتها طرابلسي راح يلعبها محبوب جمعة ومشوية كرة ملعوبة وتوصل لحمد ابو حمد يلا يا شباب لدخيل لحمد حمد كرة معاه بيلعبها ناحية وليد الجاسم كرة مع وليد بيعطيها جمال يعقوب وجمال بيطولها ناحية طويلة وبيعطيها بيطولها قدام وبيطولها جمال يعقوب وتوصل غريبة لكن بيحصلها المدافع الروسي بيلعبها على طول إلى زميلة في نص الملعب ترجع مرة ثانية وطويلة اللعب ناحية جمال وهجمة وحصلها وليد جاسم يشترك معها بيطلعها برا الملعب كورنر كورنر
في تغيير، يطلع 5 منتخب الكويت الوطني، وليد الجاسم، ونزل سامي الحشاش، نزل سامي الحشاش بدل وليد الجاسم. سامي الحشاش قلت أنا في تغيير، وفي تغيير، غير كرة ملعوبة وتوصل إلى فريق الاتحاد السوفيتي، وهدف جميل بحطة جاسم من أبدع الأهداف، كرة ملعوبة تنقطع مرة ثانية وتوصل في نص الملعب وبشوت، لكن تنقطع مرة ثانية، توصل يا شباب واحد في النص، ترجع مرة ثانية وبيحصلها، إنما بيبعدها وفي صفارة، في فاول، في فاول. طبعا سامي راح يلعب مع محبوب وجمال الرحباك، والله حسب ما اعتقد كذي، حسب ما انا شايف، او محبوب راح يروح باك شمال. طبعا راح نشوف اللعب الان، راح نشوف في حيطة معمولة وفي فاول الان، في فاول 6 يمها، سيرجي شافلو 2-1، مضى حوالي 18 دقيقة. يباصيله مش ضربة حلقة مباشرة، بصالة وشوت وضربت مرة ثانية، توصل لحمد بيقطعها، انما ياخذها اللاعب الروسي بيلعبها ناحية الشمال، فيصل بيتابعه، تطلع وتطلع 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 تاوت، شايفه طلعت اوت، شايفه طلعت اوت، يمي شايفه، والحكم كان شايف، انا ايضا رافع الراية، و2-1، والشباب ايضا هدف جميل، كرة ملعوبة عند نعيم سعد، نعيم بيلمها والكرة ما عم يلعبها على طول إلى سامي الحشاش، إلى جمال يعقوب، ومحبوب تقدم ناحية الشمال، محبوب هو راح يلعب باك شمال بدل وليد الجاسم، يلعبها محبوب لفتحي، إنما تنقطع 3 مرة ثانية، في فاول على محبوب، حكم من المكسيك يقول لا 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 ما سوي شيء، فاول اللعب على طول، توصل يوري، يوري كرة معه، ومضت 19 دقيقة من زمن الشوط الثاني، تلعب ويقطعها سامي الحشاش، ياخذها جاسم، هيئها الى فيصل الدخيل، دخيل عملي بدأ كميل، بدأ كرة معه بيحاول يعدي، داخل معه تنكيس، بينقلها، توصل عند جمال يعقوب، كرة مع جمال، جمال يلعبها على طول الى محبوب جمعة، محبوب يطولها قدام وطويلة وكرة ملعوبة، جاسم بنط براسه، ياخذها المدافع، بيلعبها على طول، توصل قريبة عند سامي، سامي بيطلعها برا الملعب اوت. شدوا شباب وبدأوا يلعبوا الكرة وبيجاروا الحقة، مش شوية أيضا في أيضا روسيا، وفريق يلعب بجمهوره، وفريق المرشح الأول للبطولة، والكرة ملعوبة، وبشوت بيطلع طرابلسي، ويتابع طرابلسي، ويتابع طرابلسي. هذا بس كلام إنه أول مرة ناشن طرابلسي بيرمي نفسه عليها وبيطير له كرة حلوة. شايتها اللاعب الروسي حاطها بالزاينة، ما طرابلسي شايل كرة قوية، محبوب، محبوب جمال فليطح، نعيم سامي فليطح، نعيم فليطح، تنقطع، توصل فاول على فليطح، يعطي انذار، لا بيشاور له، بيشاور له، تردد هو، راح حط ايده مخباته، بعدين قال بطل، لا خلاص ما فيها شيء. لعبت توصل في نص الملعب الفريق الروسي، وما ضاع 20 و25، كعبيله الى يوري، جت اليمين تلعب، توصل لفريق الاتحاد السوفيتي، وثالث نقله تلعب، يقطعها محبوب ويتابعها، يلعبها على طول، لما تطلع كرة برا الملعب أوت. هذا فنلندي مساعد الحكم، كرة ملعب على طول، توصل لما لسامي الحشاش، جمال يعقوب إلى سامي الحشاش، طويل لعب سامي الحشاش لجاسم، جاسم بيهيئها لمحبوب جمعة، بياخذ له مكان، بيتقدم بيعليها لمحبوب، وبيعليها محبوب فعلا، انما يقطعها المدافع، توصل لحمد الشوت، تضرب في المدافع، كرة برا الملعب، كورنر، حلوة حلوة
حلوة وهذا حميد صحي تراد وبيلعب حلو حمد أبو حمد وهو الكابتن وكرة كورنر لمنتخب الكويت الوطني دقيقة 21 زمن الشوط الثاني الكرة ملعوبة كورنر بنط حارس المرمى لكن ياخذها حارس المرمى بيلعبها طويلة كرة عالية قريبة تعدي من نعيم سامي بنط جمال بنط توصل مرة ثانية توصل إلى فلاديمير بينقلها كرة مع الفريق الروسي ماخذها وكرة ملعوبة تنقطع إنما خطرة طرابلسي هذا التهاون في خط الدفاع الحقيقه المفروض تنظيف المنطقه لان يشتركون بين سامي وبين وليد القاسم وبين مولد طلع بين جمال يعقوب وتروح الكره بصدها احمد طرابلسي اللي بيشيل لعب كبير اليوم احمد طرابلسي كورنر لعبه الكورنر يبعدها سامي الحشاش توصل الى فيصل الدخيل ليطح بلمها ياخذها يطلعها برا الملعب اوت سويد نزل من اللي طلع سويد نزل كرة ملعوبة نعيم سعد نعيم لسويد سويد كرة معاه كرة مع سويد تروح منه توصل في نص الملعب ياخذها اللاعب الروسي كرة معاه بيحاول يعدي بيحاول يمر دخل مع جمال يعقوب دخل مع محبوب يقطعها منه 2-1 2 فريق الروسي 1 منتخب الكويت الوطني كرة ملعوبة تنقطع توصل عند محبوب جمعة لعبت توصل الى جاسم كره معاه لسويد سويد بينقلها جهه اليمين توصل الى نعيم سعد نعيم ينقلها ناحيه جاسم ومرمى حارس المرمى ياخذها من جاسم يعقوب ومضى حوالي 24 دقيقه اللعب على طول جهه اليمين كره في نص الملعب مع الفريق الروسي ومنتخب الكويت يلعب مباراه كبيره جدا كره مع فايدور فترجع مرة ثانية المدرب الروسي هذا محتياطي بيحسبون وتلعب وهتخذ مرة ثانية كرة تلعب ناحية الشمال صح نعيم سعد فتحي يلا يا فتحي كرة مع فتحي يلعبها في عرض ملعب إلى شوي لفيصل الدخيل الدخيل بيلعبها لما تنقطع توصل ليطح اللي طلع ونزل سويد كرة ملعوبة على طول توصل إلى هجمة وهتخذ لكن محبوب يطم من ناحية الشمال كرة مع محبوب طلع اللي هو ليطح ونزل سويد كرة ملعوبة باجي أخذ 20 دقيقة كرة مع حمد مع سعد الحوطي كرة معاه يلعبها على طول إلى سويد كرة معاه وسويد إلى الحوطي والحوطي لسويد يلعبها لحمد محمد حمد بيلعبها على ناحية الشمال إلى محبوب جمعة اللي بيعليها فعلا بيعليها محبوب جمعة ناحية جاسم لكن وين توصل قريبة عند حارس المرمى على طول يرميها إلى سيرجي شافلو بينقلها في نص الملعب تلعب مرة ثانية وتوصل كرة إلى فريق الاتحاد السوفيتي اللي بيلعب ناحية الشمال نعيم اشترك معاه لكن في فاول على نعيم سعد غير اثنين ومضى حوالي 26 دقيقة والنتيجة ما زالت لحد الآن 2 منتخب الاتحاد السوفيتي الأولمبي 1 منتخب الكويت الوطني الأولمبي و فاول بيعليها الناحية الثانية بباصي وشوت باصة لعبها ما
مشون طلعها طرابلسي وتابعها طرابلسي بعد ما شاد ترجع مرة ثانية وتوصل إلى اللعب. طرابلسي هو اللي بيصيدها وترجع مرة ثانية توصل إلى ناحية الشمال إلى حمد أبو حمد. حمد كرة معاه، حمد بيلعبها لفتحي، فتحي بيحاول يحصلها. شو بيعمل؟ بيعمل وال خذها منه سبعة 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 سيرجي ياخذها من سبعة فتحي. توصل مرة ثانية في نص الملعب وتوصل إلى شيرون، تنقطع نص مرة ثانية. الفريق الاتحاد السوفيتي 2 منتخب الكويت الوطني 1. كرة ملعوبة توصل إلى 8 فلاديمير. فلاديمير في النص بينقلها إلى أوليك. أوليك في نص الملعب ناحية الشمال إلى أوليك مرة ثانية، تنقطع توصل ناحية الشمال يوري. يوري كرة معاه، تلعب ناحية اليمين هجمة وهدخل كرة ملعوبة يقطعها سامي. توصل سعد حوضي، توصل إلى فيصل الدخيل. دخيل كرة معاه، بيعدي الدخيل كرة معاه، لعبها لسويد. سويد بينقلها جهة اليمين إلى نعيم سعد، كرة مع نعيم. نعيم بينقلها كرة لكن وين المرة؟ عند حارس المرمى. سوى مثل ما عملتها من شوية بدقيقة 14 لجاسم. توصل مرة ثانية الفريق الاتحاد السوفيتي يوري 9 بينقلها جهة اليمين. اللعب ترجع مرة ثانية ويعدي يقطعها. برافو جمال يعقوب ويتابعها وياخذها يلعبها لحمد أبو حمد. حمد كرة معاه، حمد بينقلها إلى جمال وجمال السويد طلعها من المدافع وتوصل إلى فاجز. فاجز كرة معاه يلعبها ناحية الشمال وتوصل لثمانية فلاديمير. فلاديمير كرة معاه ماخذها وماشي وبشوت. شوت لكن سهلة بيد أحمد الطرابلسي. آخر 16 دقيقة والنتيجة ما زالت لحد الآن 2 منتخب الاتحاد السوفيتي 1 منتخب الكويت الوطني. هذا الشوط الأولاني لفايدور وهدف ثاني ليوري دقيقة 18 الثاني. هدف الجزء 14 في الشوط الثاني. كرة مع حمد أبو حمد، هذا حمد بالصورة وكرة ملعوبة وتوصل إلى سويد. سويد يلعبها جهة اليمين إلى نعيم سعد. نعيم بينقلها توصل جاسم. جاسم كرة معاه ويحاول يمر لكن الحكم ما فيه شيء بيشاور. كرة ملعوبة وهجمة عكسية فريق الاتحاد السوفيتي. كرة ملعوبة على الشمال إلى كورين سبعة اللي بيعدي اللي بسيرجي. كرة معاه سيرجي بينقلها في عرض الملعب وتوصل مرة ثانية وهجمة خطرة يقطعها دفاع منتخب الكويت الوطني وبيصفر في فاول. لعبت على طول توصل لحمد. حمد كرة معه مع ان الكرة فرصة لمنتخب الكويت كانت هجمة عكسية مرتدة. الحكم بيعطي فاول ما فيها شيء. توصل سويد. سويد الى محبوب جمعة. الربع ساعة الاخيرة مباراة الكويت لحد الان شايف الكويت بيقدم كرة حلوة جميلة وبينافس فيها الفريق الروسي. واثنين اتنسى ايضا عامل الخبرة وعامل ايضا الجمهور. فريق الاتحاد السوفيتي 11 لاعب من 11 مليون لاعب كرة قدم في الاتحاد السوفيتي. الكرة ملعوبة جهة اليمين وتوصل مرة ثانية وبيحصلها كرة ملعوبة وخطرة طرابلسي. صيدها طرابلسي وبشيل كرة حلوة طرابلسي ومغطي عليها سامي. توصل عند أحمد طرابلسي اللي بشيل اليوم الحقيقة عبء كبير من المباراة. وموفق أحمد الطرابلسي كرة اللعب وتوصل إلى سعد الحوطي. نعيم سعد ربع ساعة على 14 الأخيرة من زمن الشوط. كرة مع نعيم ونعيم إلى جمال يعقوب. سامي الحشاش، سامي بيطولها قدام طويلة كرة لكن وين؟ عند حارس المرمى اللي بدأ يطلع على طول
وبياخذ الكرات المرفوعه المفروض يلعبها اقرب انه ما يلعبها لجاسم توصل عند داريف ريناد ياخذها فريق الاتحاد السوفيتي. يوري صح سويد وهاند بول لمستين على اللاعب فايدو رقم 10 حوالي 110 120 متفرج موجود بين هذه الالاف الموجوده في استاد دينامو موسكو ومثل هذا مكاننا بالتعليق وهو المكان اللي فيه تنقل المباراه كل انحاء العالم. وطبعا هذه خبره كبيره لكل طبعا الدول اللي بنشوف الان منتخب الكويت الوطني كره ملعوبه توصلنا ما يفتح المدافع وترجع مره ثانيه تلعب ناحيه اليمين ياخذها محبوب يعليها مره ثانيه توصل لجاسم لكن كان اوفسايد اوفسايد اوفسايد. جاسم هو في حاله لعبها كان في موقف تسلل وهجمة عكسيه مره ثانيه وتوصل جهه اليمين وبيحصلها لاعب تلعب الى سته وبيحط الكره معاه وبيلعبها وخطره وبيشوت روح الكره برا الملعب اوت. يوري هذا يوري يوري بدي اقول الكلمه اللي بعدها لكن كره مع يوري احمد الطرابلسي تلعب توصل الى جمال جمال بينقلها ناحيه الشمال على طول توصل الى محبوب محبوب بينقلها على طول الى جمال وجمال كره معه بينقلها الى نعيم ونعيم كره معه ماخذها وماشي نعيم بيلعبها على طول نما إباصية خطأ لفتح يفتح المدافع توصل إلى لاعب الروسي كرة معه يعدي يفتحها منه برافو يا سامي الحشاش ترجع مرة ثانية وتوصل جهة اليمين أقرب لها اللاعب الروسي يلعبها خمسة اللي بياخذها اللي هو أوليك أوليك كرة معه بينقلها في نص الملعب ترجع مرة ثانية وتوصل الى الفريق الروسي في تغيير هذا لاعب بينزل لاعب الفريق الاتحاد السوفيتي بيغيرون شايف هذا في لاعب بيسخن بينزل فتلعب ناحية الشمال توصل ل 15 اللي هو كورين كورين كرة معه هات تخذ تلعب بيعدي خطرة بشوت كرة عرضية ما يبعدها محبوب جمعة توصل الى سويد سويد لحمد حمد لسويد في فاول فاول في تغيير الحكم لعب في تغيير هذا 11 بينزل فاليري وبيطلع يوري بدل مجهود كبير يوري 9 فاليري رقم 11 نزل بدل يوري 9 لعبة الكرة الفاول لمنتخب الكويت توصل الكرة الى نعيم ونعيم بينقلها توصل ناحية جاسم بيطلع حارس المرمى اللي بيحصلها حارس المرمى اخر 10 دقائق اثنين منتخب الاتحاد السوفيتي واحد منتخب الكويت الوطني كرة ملعوبة في نص الملعب توصل الى فريق الاتحاد السوفيتي كرة ملعوبة وهجمة وانفرد وخطرة اللاعب طرابلسي برافو برافو طرابلسي كرة ملعوبة بينية حلوة كرة مع احد مرة ثانية وبيصيدها طرابلسي بعد ما انفرد اللاعب من الاتحاد السوفيتي بعد ما انفرد وهذه هجمه مره ثانيه وتوصل ناحيه نعيم سعد نعيم كره معه بشوت تضرب برين اللاعب الروسي تطلع كره برا الملعب كبير الحديده طرابلسي اليوم يوم الطرابلسي كتب له ايضا في موسكو ايضا مباراه كبيره امام فريق الاتحاد السوفيتي تلعب لسامي الحشاش سامي بيلعبها على طول الى جمال وجمال بينقلها لمحبوب محبوب ينقلها لسعد الحوطي والحوطي بينقلها لأيضا محبوب محبوب ترجع مرة ثانية بتوصل لجمال إلى جمال جمال بينقلها ناحية نعيم سعد كرة مع نعيم الأولاد الحقيقة اللياقة البدنية أيضا عالية كرة ملعوبة عند سويد سويد بيلعبها لإنما يقطعها المدافع يحصلها تطلع كراوز تطلع كراوز رامي التماس فتحي كميل لعب رامي التماس اللعب لفتحي حمد لفتحي مرة ثانية فتحي بشوت ما في شيء حصل عليه أوفسايد لأنه ما في تغطية حط أوفسايد فعلا لعبت ف
توصل لحارس المرمى داريف ريناد. كره في عرض الملعب اللعب باصيها هتخذ لكن ياخذها سويد لعبها للدخيل اغرب لها المدافع حاول حط من الدخيل انما تنقطع للفريق الروسي ترجع مره ثانيه ناحيه الشمال انما تطلع الكره برا الملعب. دخل كل ايضا بيقدم مباراه وشوط كبير واثنين واحد وهذا طبعا كره ملعوبه الى سامي. سامي يلعبها لنعيم، نعيم يلعبها الى فيصل الدخيل، يلا الدخيل يعدي الدخيل يلعبها وهات خذ الدخيل انما يدفع لاعب رقم 8 اللي هو فلاديمير وشايف فيصل بيروح يكلم الحكم فعلا فيها دفعه كره ملعوبه الى سيرجي شابلو. سيرجي بينقلها في نص الملعب وخلاص الظاهر انه باقي اخر سبع دقائق من زمن الشوط الثاني اثنين فريق الاتحاد السوفيتي واحد دخل الكويت كره ملعوبه طرابلسي طالع طرابلسي بيطلعها برا الملعب او رامي التماس. رامي التماس اللعب فاليري لعبة ضعها محبوب سرعي محبوب سرعي محبوب أبادي شيء خلاص كرة ملعوبة طويلة من محبوب ناحية جاسم. جاسم بيهيئها براسه لكن تطلع وترمي التماس توصل من تمكيز إلى فاليري. فاليري كرة معاه ياخذها من سعد الحوطي يرجع ياخذها فاليري ويلعبها فاليري لكن الطرابلسي وتوصل ناحيه نعيم سعد الطرابلسي طايح في ارض الملعب. ان شاء الله ما في شيء انما في فاول فعلا في فاول. طرابلسي ظاهر انه دفعه من تحت نط تحته طرابلسي. ان شاء الله اصابه تكون بسيطه ويكون طايح عاده بالبطيء. انا عندي طبعا قام طرابلسي بالسلامة كرة ملعوبة على طول توصل إلى نعيم ونعيم سعد الحوطي. سعد الحوطي وآخر خمس دقائق كرة مع سعد الحوطي جهة اليمين توصل إلى حمد أبو حمد. حمد أبو حمد كرة معاه يلعبها في عرض الملعب وتوصل مرة ثانية إلى جمال لما تنقطع وتوصل لسعد الحوطي ياخذها اللاعب الروسي وبيهجم يقطعها ويعدي من سامي الحجاج كره معاه بينفرد المرمى كره معاه ويحاول يمر كره معاه بيلعب يعرض خطره خطره وبيشوط لطرابلسي توصل لسامي يا طرابلسي برافو يا طرابلسي. كره ملعوبه بعقل وبتعقل كره منقوله لعرضيه لكن الطرابلسي اليوم اقدر اقول احلى مباراه لعبها في حياته وصد اكثر كرات الطرابلسي بجيل عب كبير. توصل مره ثانيه اللعب لسويد بتروح منها توصل لجاسم لكن بياخذها مره ثانيه سويد. سويد بيلعبها انما تنقطع وفي فاول في طفاره في انذار في انذار للاعب من الاتحاد السوفيتي ترك مع جاسم فاول رقم 8 اخذ انذار فلاديمير. الحكم يعطي انذار واي لاعب معاه انذارين توقف المباراه اللي تليها على طول مثل ما حصل مع حسين سعيد لاعب الفريق العراقي. و خمس دقائق الاخيره والاربع دقائق الاخيره من وقت من زمن الشوط الثاني ونتيجه ما زالت 2 فريق الاتحاد السوفيتي 1 منتخب الكويت الوطني. ثبتها 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 فيصل الدخيل بشوت وشوت الدخيل هدف حارس المرمى وتمر فعلا بعد ما حطها الدخيل لكن هذا الدخيل بيحطها بالزاويه اليمين لكن حارس المرمى بيطلعها في اخر لحظه. رامي التماس محبوب جمعه الى سعد الحوطي. سعد بينقلها لحمد محمد. حمد بيصل الدخيل. دخيل كره معاه ارجع الدخيل لعبها انما يصاح المدافع توصل مره ثانيه عند اللاعب شوي مشترك معاه كورين توصل جهة اليمين إلى فاليري ومنقولة واللي أسرع لها لكن جمال أسرع لها وتوصل إلى أحمد طرابلسي. طرابلسي على طول بإيده وآخر دقائق خلاص كرة ملعوبة عند محبوب. محبوب إلى حمد كرة مع حمد
يلعبها الخمس دقائق الاخيره لصاحبها الان. توصل الى نعيم ونعيم ينقلها انما حارس المرمى اللي طالع في مره ثانيه بحقه طلع المدافع الله برافو يا ابو حبوب كره بيطلع حارس المرمى في حصه ابو حبوب ترى خلصت اللي عليه انما في حصه بيطلعها المدافع في اخر لحظه كره حلوه طلع حارس المرمى انت ابو حبوب حارس المرمى طالع بالجول انما المدافع بيطلعها كورنر اللي هو فاجيز وهذا اربعه فاجيز اللي طلعها كورنر 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 لمنتخب قسم الوطني كره ملعوبه وبيض حارس المرمى بيطلعها مره ثانيه بايده وتوصل الى فاليري كره مع فاليري وبيعدي اه صح 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 لازم يعمل كذي لازم يعمل كذي والحكم بيعطي فرصه لكن في فاول في فاول الحكم بيعطي فرصه بعد ما قده مدافع منتخب الكويت لانه بيعدي منه بياخذ انذار فيها طبعا بياخذ انذار فيها بياخذ انذار فيها ياخذ انذار فيها محبوب فاول 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 وفي انذار لمحبوب حلوة المباراة وقدم فريق منتخب الكويت الوطني في دور الثمانية في اصعب مجموعة مع كولومبيا ونيجيريا وتشيكوسلوفاكيا ووصل ولعب ودور الثمانية ايضا بخسر بشرف وبيلعب مباراة كبيرة مثل ما شايفنا الان كرة ملعوبة وتوصل ناحية الشمال بين طبعا جمهور وبيحاول يعطى كرة برا الملعب مثل ما قلت لكم انت الان لما تطلع 11 لاعب من 11 مليون لاعب غير لما تطلع في الكويت 380 لاعب بتطلع لك 11 لاعب طبعا وايضا ما زالوا هم بيقدموا مباراة حلوة وكبيرة لمنتخب الكويت الوطني صح محبوب ولا تقل عن ايضا مباراة الاتحاد السوفيتي وهجمة بهدون مرمى منتخب الاتحاد السوفيتي توصل الى فلاديمير فلاديمير بياخذها وعلى ساحتي انا خلاص كرة ملعوبة وتوصل اثنين فريق الاتحاد السوفيتي واحد فريق منتخب الكويت الوطني بيحصلها في هاندبول لفت يد على نعيم سعد حكم بيطالع ساعته خلاص على 45 بقى الوقت الضايع طبعا ثبتها وبحو بيقول له طالع الوقت طالع الوقت والحكم بيطالع الوقت في فاول اللعب عند والله مسيت بيلعبها ياخذها سويد سويد لحمد وحمد يقطعها منه المدافع وبيطلعها تطلع ولا لا الحكم بيتاولون فيها توصل فلاديمير بيحاول نما توصل الى جمال يعقوب جمال يعقوب كرة معاه طويلة بيلعبها جمال يعقوب توصل الى دفاع رقم اربعة اللي هو فاجيز فاجيز بينقلها في نص الملعب على طول كرة مع فريق الاتحاد السوفيتي وبيطولها قدام طويلة توصل الى جمال جمال براو يلعبها لي محبوب محبوب ينقلها انما يطلعها توصل مره ثانيه وبيحصلها وبيحصلها سعد الحوطي سعد الحوطي ماخذها وماشي وبيلعبها ناحيه محبوب علي محبوب يلعبها بصفر وبيصفر حكم المباراه معلن نهايه في 45 من غير حتى 10 ثواني ما في وقت ضايع حتى 10 ثواني ما في وقت ضايع